السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 192. عندنا درس ديال ايفالياسيون اي كونسوليداسيون تقويم ودعم. حنا حاليا رحنا في الوحدة السادسة السمان 5، يعني اخر اسبوع السنة الدراسية. من بعد غنديروا التقويم الاجمالي ديال السنة الدراسية، يكون اغلبية دابا الصفحات اللي جايين كلها امتحانات. اكتيفيتي اورال، انشطة شفوية. عندنا دوز اكتيفيتي، النشاط الاول والنشاط الثاني. نشوفوا واحد بواحد ونخدموا. النشاط الاول كيقول لك tu as passé des vacances، انت دوزتي عطله. نعم، tu as passé des vacances avec ton frère، انت دوزتي عطله مع اخوك. et ta sœur، اختك ما بيناش في الصوره هنا. chez vos grands-parents، عند يعني grands-parents كنقصدوا به حناك وجدك، جدك وجدك. غتلاحظوا بانها هي الام ديالهم اللي جابتهم بالطوموبيل وطلقاتهم هنايا، ما دخلوا كيجريو هاد الكره والمحافظ ديالهم، دخلوا كيجريو للدار ديال جداهم. جداهم كتشيه لماماهم وماماهم كتوصي عليها. قال لك راكون سكو تو افي اي فيو، احكي شنو درتي. تو افي اي فيو يعني ايضا شنو شفتي، شنو درتي وشنو شفتي. هنا الام شنو كتقول لها، شنو كتقول، كتقول لهم اذا الوغ بيسين، يعني غالبا هادو في المدينه ماشي في الباديه، يعني راه تما يمشيو للاك بيسين. تنس، لعبوا التنس. غولي هو داك التزلج، يعني كيكون عندهم داك هذوك الروايد في شي صبابط في شي زبرديدات وكيبقاو يزلقوا في شي ساحه. غولي ميوزي يعني المتاحف، ميوزي جو دو سوسيتي، لي جو دو سوسيتي هما كنقصدو بهم اما الداما اما الشطانج، اما لي جو دو طابل اللي كتجلس فيهم على طاوله، اما كارطا ولا رامي ولا داما ولا الشطرنج، اللعبه اللي كتجلس فيها على الطاوله، الدومينو. هنا الجده شنو كتجاوبها، قالت لها وي وي هي توجور اون اكتيفيتي، خصهم ديما يبقاو في حاله نشاط. ايفيتي كيل سونوي، باش نتفاداو انهم يقنطوا يعني يملوا. جو سير، انا عارف يعني ما تحتاجيش توصيني، انا ما نخليهمش يقنطوا. هنا وجدت لكم واحد النموذج ممكن تاخذوا ديروا، هو هذا نقرا عليكم ونشرح عليكم ثم نقولوه الا بغيتو تستعملوه. هو اكتيفيتي 1 لي فاكونس شي مي غران بارون، العطله عند جده وجداتي، جدي وجداتي. اون ايتي تري زانتيريسون، يعني العطله عند جدي وجداتي كانت ولا كانوا، لان الفاكونس جمع العطل، était très intéressant. كانوا مثير للاهتمام، يعني زوين مثير للاهتمام. le premier jour، اليوم الاول. on a visité زرنا la vieille médina، المدينه القديمه. qui est entourée اللي مدوره par une magnifique baie رائعه. شنو هي الصور، هاد الصور رائع، مدوره ديك المدينه القديمه بشي صور. كاع المدن القديمه في المغرب مدوره بالاسوار، بحال مكناس، فاس، سلاه، كاع المدن القديمه مدوره بالاسوار. ميغاي هي الصور. لو دوزيام جور، اليوم الثاني. اون ا ديكوفير، اكتشفنا دو بيل زوفر او موزي دو لا فيل، اكتشفنا اعمال فنيه. بيل زوفر، اعمال فنيه زوينه، في متحف او موزي دو لا فيل، في متحف المدينه. Ensuite, من بعد، on a pu jouer، قدرنا أننا نلعبو أو غولي، يعني دوك التزحلق، دوك الرواية، دوك الدراجات. sur la grande esplanade، في الساحة الكبيرة. الساحة الكبيرة كتكون عندها الأرضية زوينة ومقادة، هما كيبقاو يلعبو بدوك الدراج ديال رجلي. devant، أمام la mosquée، ديك الساحة الكبيرة اللي قدام جامع الحسن الثاني. la mosquée حسن 2، شي في الدار البيضاء بطبيعتها. enfin، اخيرا. لو dernier jour، يعني في اليوم الاخير. on a piqué. شنو هي لا بيكنيك؟ لا بيكنيك ماشي هي ليكسكورسيون، ليكسكورسيون هي رحله ولا خرجه كتخرج وكترجع. بيكنيكي لا، كتميز بانك اولا كتخرج للطبيعه. وشنو هي بيكنيكي؟ انك كتاكل تما، كطيب تما، ماشي كدي معاك الماكله ولا، انما كطيب تما، كتوجد ماكلتك، تقدر تخيم تكومبي كاع. المهم لا بيكنيك هي ديك النزهه اللي كتاكل فيها على برا، توجد ماكلتك على برا، كدي معاك كلشي. على فوغي بوسكورا، فين داروا ديك النزهه؟ في غابه بوسكورا، هذه في الدار البيضاء معروفه. اي مون غران بير، وجدي مالو، ا جوي افيك نو، لعب معنا او زيشيك. شنو هما لي زيشيك؟ هما الشطرنج، لعب معنا الشطرنج.
واضح. ندوزو دابا للنشاط الثاني، اكتيفيتي نيميرو 2 على تحت. هنا يقول لك ديكري اون دو سيز ايماج، وصف لنا واحده من هذه الصور. كتلاحظوا هذه الصوره الاولى كتبين من دوك الدبارين، دوك اللي كيصبغوا الجلود مشهورين هادو في فاس. الصوره الثانيه كتبين دوك الخيام اللي كيكونوا في الصحراء ديال دوك لي نوماد، يعني دوك البدو الرحال اللي كيتبعوا في مكان الماكله ديال القطعان ديالهم كيتبعوهم وكيديو معاهم هاد الخيام. هنا شي خارجه لشي بلاصه فيها اما شلالات اوزود اللي فيها القرودة، اما شي بلاصه اللي فيها هاد الحيوانات هادو في المغرب. هنا هادي شي نافوره اللي حدا المسجد الكتبي في مراكش. يعني كل الهدف هو انك تحكي شي سفر درتي. انا اخترت لكم الصوره الاولى، اعطيكم شي نموذج وانتم اختاروا اللي بغيتوا. اكتيفيتي 2، هنا نشوف نحطو قدامنا الصوره ونخدمو عليها. سور لا فوتو، في هاد الصوره اون فوا كنشوفو لو كارتيي، الحي دي طانور. شنو هما لي طانور؟ هما دوك الدباغين، حي الدباغين دو فاس، معروف فاس. سيت ان سيت هيستوريك، هو موقع تاريخي معروف من قديم الزمان. إلي سيتوي، هو يقع او كور دو لا فيي، في قلب يعني الوسط ديال المدينة القديمة، لا فيي مدينة يعني في القلب ديالها يعني وسطها. لي طانري، لي طانري شنو هما لي طانري؟ هما الدبارة، يعني الأعمال ديال الدبارة. سون كونستيتيي، هم مكونين يعني دار الدبارة لي طانري. سون كونستيتيي، مكونة دو كيف، هادو هما دو كيف بحال شنو نسميهم، كيف هما الأحواض بحال الحواض، كيف اي دو بان، الحواض ديال بحال ديال الاستحمام كيغسلو فيهم هاد الجلود هادو. دو بان غومبلي، معمرين افيك ديفيرون برودوي، باش معمرين بمواد مختلفة. كتلاحظ الحمار الوان مختلفة، مواد مختلفة اللي كتقدر تصبغ الجلد. غومبلي افيك ديفيرون برودوي، مواد مختلفة. دي زوفغيي، عمال بحال هاد العامل هذا. دي زوفغيي طونور، يعني عمال ديال الدبارة اللي كيدبغو. اي ترومب لي بو، ينقعون هاد الجلود، لي بو هما الجلود، كينقعوهم. شنو كينقعوهم؟ يعني كيرقدوهم، بحال هما كيرقدو الحوايج بالشبابيك، هادو كيرقدو الجلد في هاد الاحواض هادو اللي فيهم الالوان باش كيشدو اللون. اي ترومب لي بو دو موتون، شنو هاد الجلود ديال شنو كنصاوبوهم؟ لي موتون يعني الحواله الاكباش. دو بو جديان يعني الميز، او دو فاش او ديال البقر، يعني هاد الجلد كيكون اما ديال الحواله الاكباش ولا ديال المعز ولا ديال البقر. afin de les préparer، علاش كنقراوهم؟ باش يوجدوهم. les préparer au long circuit، كيوجدوهم داك المسار ولا الدارة الكبيرة الطويلة، الدارة سيركوي كنقولو سيركوي إلكتريك، يعني دارة كهربائية. هادي دارة ديال الدورة اللي كيدير هاديك الجلود، مثلا كيتحط هنا يولي يمشي يتنقل هيه، يولي يمشي هاي يتقاد في هاد الجهة، يعني عندو واحد الدورة كبيرة. دو لور ترانسفورماسيون، ديال التحول ديالهم، يعني التحول ديالهم ما كيكونش ببساطه، كيدوز من هذه لهذه 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 عاد كيوجد، ديال التحول ديالهم. لي برودوي، المواد كي سون دون لي كيف، المواد اللي كاينه وسط هاد الاحواض. سون دو ديفيرون كولور، انهم بالوان مختلفه بطبيعه الحال. هادو جوج نماذج انا وجدتهم لكم، وانتم اختاروا اللي بغيتو، لا خذوا منهم غير بعض الجمال وكملوا براسكم. هذه الصفحة 192 كملناها انتهى.